ينافس النجم الدولي المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزية ينافس نجوم كرة القدم حول العالم في استفتاء جديد لاختيار أفضل لاعب أعسر في الدوريات الأوروبية وفقا لرأي الجمهور. وظهر صلاح في القائمة التي أعدتها صحيفة ماركا الأسبانية الشهيرة، ضمت 12 لاعبا على رأسهم ليونيل ميسي نجم برشلونة. ولفتت الصحيفة المدريدية إلى أن محمد صلاح أحرز هذا الموسم 9 أهداف بقدمه اليسرى، مشيرة إلى أنه نجح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018. هذا ويتصدر صلاح حتى الآن الاستفتاء بعدما حصل على نسبة 48% من أصوات الجماهير، متفوقا على ليونيل ميسي الذي يحل في المرتبة الثانية بنسبة 35%.